ليست حرارة الصيف وحدها من يهدد حياة المواطنين، حمى الظنك هي الأخرى التي باتت كابوسا يلاحقهم في مارب. من منطقة الحصون بمديرية الوادي بدأت الحمى بالانتشار بسبب المياه الراكدة بأحياء السكنية وما جاورها من قنوات توزيع مياه سد مارب. بالنسبة لحمى الظنك أصبح مرض مستوطن الآن، مرض مستوطن كل سنة لازم تظهر لنا حالات، لكن دائما الحالات أكثرها تظهر في منطقة الحصون بسبب وجود المساريب حق المياه أمام المنازل مطروحة بالبيارات، وهذه مياه راكدة تكاثر فيها البعوض بعد مياه الأمطار، تبقى المياه آجلة لفترة طويلة غير بقية المناطق لأنها ما تنشفش بسرعة، فهي بؤرة لتكاثر البعوض. أكثر من 100 مصاب بحمى الظنك استقبلهم مستشفى الوحدة بالحصون بمديرية الوادي خلال أسبوع واحد فقط بحسب مصادر طبية. في مستشفى الحصون استقبلنا ما يقارب 95 حالة في خلال 10 أيام، وأصيب عدد كبير من الكادر المستشفى العامل في هذه في المستشفى، ما يقارب 75% من الكادر أصيبوا بوباء حمى الظنك. نحن هنا نقدم في مستشفى الحصون حسب إمكانيتنا، نقوم بإسعاف المرضى المترددين ونقدم لهم خدمات بسيطة، ونتمنى من السلطة المحلية التدخل في سرعة التدخل في مستشفى في المنطقة في منطقة الحصون لإنقاذ هذه المنطقة من هذا الوباء الذي أصبح اليوم يصيب العشرات من المرضى المترددين. هذه الإصابات المتزايدة حركت فرقا من المتطوعين لتثقيف المواطنين وإرشادهم، لكنها جهود لا تكفي أمام موجة الحمى المتفاقمة. فالاحتياج يكمن في دعم المستشفيات التي تستقبل هذه الحالات، بالإضافة للحاجة إلى فرق لهدم بؤر الحشرات وتحديد البعوض الناقل للوباء والرش الضبابي والرذاذي بشكل منظم وفق الطريقة والخارطة الوبائية. تم الاجتماع مع فريق الاستجابة السريعة وأيضا مع واجتمع مع المتطوعات والعاملين الصحيين في التوعية، بحيث تقوم بحملة توعية صحية في المنطقة قبل أن تبدأ حملة رش بثلاث أيام، بحيث توصل المعلومة إلى الناس بتجنب هذه وردم البرك والمستنقعات، وأيضا بعمل اللي هي الوقاية الخاصة من شبك للشبابيك وتغيير ماء المكيفات المائية، وأيضا سينزلون إن شاء الله من اليوم وبعد ثلاثة أيام سوف نقوم بحملة رش في المنطقة تستمر ثلاثة أيام. هذه الإجراءات إن تمت بشكل صحيح ستعمل على منع انتشار الوباء في مخيمات النازحين والأحياء السكنية المتبقية بحسب مختصين، لكن إن ظل الحال كما هو عليه اليوم فإن انتشار الحميات لن يتوقف في هذه المنطقة بل سيغزو بقية المديريات، فهل تعمل الجهات المعنية على مواجهة هذا الوباء؟ خليل المليكي، قناة المهرية، مارب.